امبارح كان في ماتشات مهمة في إطار الجولة 29 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم. نادي الزمالك اتعادل 1-1 مع الداخلية. المصري البورسعيدي فاز على الاتحاد السكندري 2-1. خلينا نتكلم عن أبرز نتائج هذه المباريات وأيضا عن الأندية الأوروبية اللي حسمت لقب الدوري زي نادي نابولي ونادي مانشستر سيتي بصحبتنا الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي في استوديو صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا أستاذ طارق. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك يا استاذ طارق، ودايما ضيف عزيز علينا في استوديو صباح الخير يا مصر. انا اللي ببقى سعيد نتواجد معاكم. شكرا لحضرتك. يعني في البدايه خليني اسالك عن الزمالك والداخليه 1-1. بص، هو الزمالك عنده مشكله لازم يحاول يخلص منها باي طريقه. يعني هو دلوقتي عنده مدير فني جاي على لعيبه هو ما شافهاش زي ما بنقول، وجاي على لعيبه هو ما اختارهاش، وجاي على لعيبه ما يعرفش القدرات بتاعتها ايه، خاصه ان هو ما عندوش لعيبه بتلعب في اكتر من مكان، فبالتالي الراجل مش متفاهم قوي مع الفرقه. ثانيا الجهاز اللي معاه هو ما لحقش لسه برضه. لا، هو بصي، اي مدير فني بيبان من عنوانه، من طريقه اختياره للجهاز، من طريقه اختياره للعيبه. حتى لو هو لو جاي على لعيبه هو ما اختارهاش بيبقى عنده قدره ان هو يقدر يتاقلم مع اللعيبه بسرعه. الراجل لما جه ما اختارش الجهاز بتاعه، هو جه على جهاز، فبالتالي هو ما قدرش كمان الجهاز يتواصل معاه بشكل كويس ويقدر يعرفه قدرات اللعيبه دي ايه. يعني اللعيبه دي هل تقدر تحرك منها لاعب يلعب في مكان تاني، عنده قدره انه يؤدي في مركز تاني، عنده قدره بدنيه وقدره ذهنيه انه يقدر ينفذ الطرق اللي هو عايز يعملها او ما يقدرش. فالراجل النهارده بدا يجرب، مش في تدريب، بدا يجرب في ماتشات، فبيتعرض بقى للحالات اللي احنا بنشوفها. النهارده الزمالك اعلى فوز فازه كان 1-0 على اسوان، تلقى هزيمه من الاسماعيلي، ثم امبارح متقدم على الداخليه، والداخليه تقدر ان هي ترجع، والداخليه على فكره كانت تقدر تفوز بالمباراه. فبالتالي المشكله اللي موجوده دلوقتي بين المدير الفني وما بين اللعيبه وبين المدير الفني وما بين الجهاز ده هيفضل مأثر على الزمالك في الفتره الجايه لو ما قدروش يوصلوا لحل وسط ما بين طريقه شغله او اللي هو عايز يعمله والامكانيات المتاحه والجهاز اللي معاه. لابد ان هو يكون متواصل معاه بشكل جيد ويقول له ان اللاعب ده ما يقدرش يلعب في المركز ده لانه هو قدراته انا جايبه هيلعب دفاع، ما يقدرش يلعب خط نص. طب يعني هو لسه بيقرا الملعب او بيشوف الملعب، تفتكر ازاي هيقدر يغير شكل اللعب؟ التحديات اللي ممكن تقابله هيواجه ايه؟ يعني لو انت مكانه هتعمل ايه؟ لا، هو لو انا مكانه هستنى فتره طويله جدا، هثبت الفرقه على نظام معين لحد ما ابدا اكتشف اللعيبه اللي تقدر تديني الافكار اللي انا عايزها. تغيير ذهنيه اللاعب المصري او ان انا قدراته نفسها، انا جايب مثلا اللاعب ده يلعب دفاع، ما اجي اقول له العب خط نص مدافع، ممكن ما يقدرش يعمل لي، عنده قدرات معينه، فانا ما اقدرش اغير في الفرقه بعد 3-4 أيام أو بدأت 4 ماتشات مثلا، أبدأ أغير طريقة اللعب وطريقة اللاعبين وأبدأ أغير الشكل وأبدأ أغير المهام. دي كلها بتحتاج منك وقت في التدريب، ما ينفعش تيجي تغير مهام لاعب وتديله مهام تانية إلا ما يكون هو ظهر لك في التدريب بشكل كويس ويقدر يؤدي المهام دي زي ما أنت عايزها. المدرب عنده مشكلة إنه عايز يغير كل الفرقة، يلعب حسام عبد المجيد خط نص، يلعب زيزو بدل ما هو جناح يلعبه في القلب، يجيب شيكابالا بدل ما هو بيلعب ناحية الشمال لا يلعب ناحية اليمين، عايز حاتم سكر بدل ما هو مدافع لا ده يزيد يبقى جناح كامل. كل التفاصيل دي محتاجة منه وقت، هو مش مدي نفسه. ثانيا ما دام ما اخترتش الجهاز بتاعك، انت جاي على جهاز، لابد ان انت توصل لصيغه تفاهم بينك وبين الجهاز، ما ينفعش الجهاز يفكر بشكل وانت تفكر بشكل، فبالتالي اللعيبه كلها مش هتقبل ان يبقى الجهاز بيقول لها حاجه والمدير الفني بيقول لها حاجه، والجهاز اقرب للعيبه من المدير الفني. حاجز اللغه ما بين الاثنين بيخلي الجهاز المصري دايما اسرع في التعليمات عن المدير الفني، فبالتالي انت بتلاقي الزمالك بهذا الشكل اللي هو بيأدي بيه، خاصه انت بتلعب مع الفرق دي عارفه ازاي تلعب على الهجمه المرتده وازاي تخترق الدفاعات بتاعتك. عندنا مشكله جامده جدا في كل الفرق المصريه
اللي هي مشكلة إنهاء الهجمة، مشكلة انتهاز الفرص، مشكلة التركيز قدام المرمى، مشكلة إن أنت إزاي تستغل عرضيات بشكل كويس، إزاي تقدر إن أنت تتمركز بشكل كويس عشان تقدر تجيب الهدف بشكل كويس. فدي كلها بص لو بصيت كده على كل الفرق المصرية عندها ضياع فرص كتير، عندها الفينش بتاعها قدام المرمى ما بيركزش، طريقة التسديد نفسها ما بيركزش فيها، بتلاقي الكرة بتطلع أحيانا عالية بتطلع بجم... ارتكاب الأخطاء داخل منطقة ال 18 بقى نسبته كتيرة جدا بالنسبة للمدافعين. يمكن أقل فرقة ارتكبت أخطاء في منطقة ال 18 كان النادي الأهلي، ما بيرتكبش قطع الكرة بالنسبة له في المنطقة دي بتتقطع بشكل سليم، لكن أغلبية الفرق تلاقي ضربات جزاء، ضربات قدام ال 18 بيقطع الكرة بتهور شوية، بيقطع الكرة بعنف شوية. فدي المشكلة كلها في الفنيات، الفرق المصرية كلها مش الزمالك بس، كل الفرق بتعاني منها في الدوري المصري. طيب خلينا نروح للمصري بورسعيدي والاتحاد. المصري فاز 2-1 الاتحاد، وعودة مرة أخرى للمصري، برضه المصري فريق كبير يعني وليه قاعدة بالزبط. جماهيرية مش بسيطة أبدا، ورجع مرة تانية لطريق الانتصارات، ومش هل ده مؤشر ان ميمي عبد الرازق قدر ان هو يحل المشاكل اللي كانت موجودة في الفريق، ولا ايه اللي حصل؟ لا يعني كابتن ميمي مدرب كبير، بس طبيعيا ان انت لو لاحظت في اي تغيير بيحصل مع مدير فني تاني ماتش على طول بعد هذا التغيير بتبدا الفرقه تعمل نوع من النتائج الايجابيه. ممكن كابتن ميمي بيكون بيلعب على الحاله النفسيه بتاعه اللاعبين، انا عندي لعيبه ممكن يكون التعامل معاها كان بشكل، فانا جيت بغير الشكل ده فبداوا يدوا النتائج اللي انا عايزها. لكن النتيجه نفسها 2-1 مع فرقه كبيره زي الاتحاد، الاتحاد دلوقتي برضو عنده مشاكل استقاله رئيس المجلس والازمه اللي هم موجودين، فده برضو بيأثر على اللعيبه في الملعب. لكن نتيجه قريبه بين الفرقتين نفسهم، هتلاحظي 2-1 كانوا متعادلين مثلا، فالفرقه قدرت تجيب جون تنتهز الفرصه، يعني مش جاب كبير او نتيجه كبيره. موقف الفريقين نفسهم في الجدول الموقف الطبيعي مفيش تغيير فيه، احنا عايزين المصري بدل ما هو يبقى مثلا السادس او يبقى الخامس لا يخش ينافس على الاربعه الكبار. الاتحاد نفسه ده اللي تقدري تقولي المدير الفني جاي هيغير بعد ماتشين ثلاثه مش اول ماتش. الانديه اللي هي زي الاتحاد والمصري وسموحه والفرق ديت محتاجه ان هي تغير من طريقه تفكيرها شويه. انا كل التصريحات اللي ممكن تطلع من اي مدير فني مع بدايه المسابقه انا ما بنافسش، انا عايز ابقى في المنطقه الدافيه. يعني لا ليا دعوه بالدوري ولا ليا دعوه بالظبط، مفيش رؤيه ابعد. عشان كده هتلاقي الدوري نفسه ما فيش مفاجات كتير. ممكن المفاجات بتاعه الدوري تحصل بقى زي ما لو بصيتي على ترتيب المسابقه، لكن هو بيبقى السؤال في نادي عندي اللي هو النادي الاهلي ما بيلعبش بقاله فتره طويله جدا لانه مشتبك في افريقيا وكان نصف نهائي وبعدين عنده نهائي فمتاجل له حوالي 7 ماتشات. والفرق اللي تحته كان الفارق نقطه ونقطتين، ومع ذلك تلاقي نفس النادي على قمه الدوري ونفس الفارق موجود اللي هو ما بين بيراميدز وفيوتشر والزمالك، هتلاقي ايه كل الفارق برضو ثابت بقالنا اكتر من يعني الاهلي لعب 21 مباراه هم لعبوا اكتر من كده، لكن الاهلي محتفظ بالقمه، الفارق ما اتحركش. طب ايه السبب؟ وده غريب جدا بقى في فكره المنافسه، ان انا ازاي الفرقه ثابته ما بتلعبش وانا منافس ما اقدرش افوز بعدد الماتشات اللي تخليني رقم واحد لغايه الفرقه دي ما تيجي تأدي المباريات المؤجله. ده بيخلي ان كل اللي هو بقى عنصر اللي احنا بنتكلم عليه عنصر التفكير في المنافسه، ازاي اضغط على المنافس بتاعي. الفرق المصريه كلها مع كامل الاحترام والتقدير للمديرين الفنيين بتوعها ما عندهاش الفكره دي، ان انا ازاي افضل مركز اخد اعلى نقط افضل اكسب ماتشات عشان اقدر انزل المنافس ده تحت وابدا انا اخد الجدول منه لغايه ما يرجع. اما يرجع هيبقى تحت ضغط نفسي انا حاطه فيه اللي هو عنده مباريات مؤجله، عنده ضغط ماتشات، عنده هيلعب كل 3 ايام، فبالتالي الفرص بتاعتي طالما انا الاول هتبقى الضغط عليه اكتر. لكن هو في كل الاحوال هو رقم واحد وكان غايب وبرضه رقم واحد، ولما يرجع يلعب مؤجلاته فهيبقى رقم واحد. ده معناه ان في فرقه بتشتغل كويس جدا بطريقه علميه كويسه جدا، ما فيهاش حاجه اسمها
اصل هو محظوظ، اصل هو بيلعب على مفيش كده. هتبص على جهاز كولر، لو بصيت على الجهاز اللي معاه كولر مش هتلاقي الا واحد بس مصري اللي هو كابتن سامي قمصان، لكن كل الجهاز متالف معاه مع افكاره. هو بيقدر بقى اللي هو بتقول عليها استاذ مصطفى اللي هو ايه، بيبص طب بيغير، اديله وقت. هو نفسه كولر تعرض للموقف ده، لكن هو ما جه تاقلم مع اللعيبه اللي موجوده، وما جه يختار لعيبه هتتضم، اختار اتنين، الاتنين دول هو جايبهم بمواصفات معينه اللي هو مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، اللي انا اقدر استفيد بيه من اكتر من مركز. قدرته هو على تغيير امام اللاعبين دي بقى بترجع لشطاره المدير الفني وقدرته على التاقلم مع اللعيبه بتاعته. طب كلمني عن مباراه المقاولين العرب وطلائع الجيش اللي اتلعبت امبارح. هل الفريقين قدموا مباراه قويه؟ تقييمك ايه للفرقتين؟ ايه العناصر اللي ممكن يعتمدوا عليها من اجل التفوق مستقبلا؟ بص، المقاولين والطلائع من نفس الفرق اللي هي زي ما بنقول كده بترضى بالمنطقه الدافيه. المقاولين كان فرقه معاها مدير فني طبعا كابتن شوقي غريب، وكانت ممكن تطلع تبقى الرابع، تبقى الثالث، تبقى تنافس، لكن برضو القدرات سواء بالنسبه للاعبين، قدرات بالنسبه للاداره نفسها، والوصول الى فكره ان انت اخرك تبقى طالع نازل زي ما بيقول، بيوصلوا الماتش نفسه بتحس ان اللعيبه ما عندهاش رغبه ان هي تفوز يعني.